سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد بالأمس اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس، وقال سيادة الرئيس إن الأمن القومي والحفاظ عليه هو دور أصيل ورئيس للقوات المسلحة، وإن الجيش بقوته وقدرته المتعقلة والرشيدة والحكيمة لا يطغى ولا يسعى خلف أوهام، وإن هدفه حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز. كمان الرئيس اتكلم عن الدور الإيجابي لمصر في الأزمة هنا في قطاع غزة، وقال إن مصر بتبذل كل الجهود لوقف نزيف الدم ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ومساندة المدنيين في القطاع بالمساعدات اللي محتاجينها، خاصة في ظل انعدام المياه والكهرباء والوقود والمستلزمات الطبية والإغاثية وأيضا الغذائية. خلونا نشوف مع حضراتكم دلوقتي جزء من كلمة سيادة الرئيس. اسمحوا لي بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نبدأ المرور، يعني إن أنا أوجه للقوات المسلحة كل التحية وكل التقدير وكل الاعتزاز بالدور، الدور في وقت الحرب ووقت السلم. واسمحوا لي ان انا برضو اهني القوات المسلحة بمرور 50 عام على نصر اكتوبر المجيد. واحنا النهاردة موجودين هنا في احد الانشطة التدريبية في تفتيش حرب أو اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة، وأنا يعني بسجل هنا إن هذا التزام كان من ضمن أنشطة الاحتفال بأكتوبر المجيد أو بمرور 50 سنة على أكتوبر المجيد. والحقيقة إحنا كان في أنشطة كتير جدا، وإحنا طبعا للظروف اللي موجودة ديت يعني خلينا الالتزامات في أقل ما يمكن عشان يعني في إطار مراعاة الظروف اللي موجودة في المنطقة. أنا عايز أقول لكم على حاجة في القوات المسلحة وحتى للمصريين. أكتوبر بالنسبة لنا هو ليه معنى كبير قوي، لأن هو كان عبور من حالة يأس إلى أمل، ومن حالة إحباط إلى فخر، ومن حالة هزيمة إلى حالة نصر. وبالتالي في كل سنة بنتذكر الجهد والتضحية اللي قدمتها مصر وقدمتها القوات المسلحة من أجل التحقيق اللي أنا بقول عليه ده. والنهاردة بعد 50 سنة مهمة أوي إن احنا نستخلص الدروس والعبر ونستمر في ذلك. وانا هنا يمكن عايز اقول لكم ان يمكن النهارده الحديث عن الامن القومي والحفاظ عليه، وده بيتردد دلوقتي بشكل كبير، وده الحقيقه ده دور اصيل ورئيسي للقوات المسلحه، وهو حمايه الحدود المصريه وتأمين الأمن القومي المصري ومصالح مصر. وهنا لازم أسجل وأكد أن مصر أبدا عبر تاريخها القديم والحديث ما كانتش أبدا بتتجاوز حدودها، يعني كان دايما كل أهدافها أن هي تحافظ على أرضها وترابها دون أن تمس. وهنا برضو مهم أوي أن أنا أقول إن ده معناه إن الجيش المصري بقوته وبمكانته وبقدرته وبكفاءته هدفه حاجة واحدة بس، هدفه هو حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز. وهنا عايز أقول في ظل الظروف اللي موجودة في المنطقة دلوقتي، وكلامي هنا لينا كلنا للعسكريين والمدنيين، مهم قوي مهم قوي انك انت وانت بتمتلك القوة وبتمتلك القدرة انك انت تكون بتستخدمها بتعقل وبرشد وبحكمة.
ولا تطغي، ما بقاش فيه طغيان، ما بقاش عندك أوهام بقوتك اللي موجودة. أنا بقولها لينا كلنا، عشان يعني ساعات أسمع كده كلام يقولك مادام عندنا، يعني لا، أنت عندك عشان تدافع عن نفسك، عندك عشان تحمي بلدك، وعندك عشان تتعامل مع الظروف بعقل ورشد وأيضا بصبر. اوعى الغضب واوعى الحماسة، اوعى الغضب واوعى الحماسة تخليك تفكر أبدا بشكل تتجاوز فيه، وتقول في وقت من الأوقات ما كانش يعني ما كانش ممكن قوي، أو ما كانش لابد إن احنا نتجاوز كده. أوضح أكتر، اوعى أوهام القوة، اوعى أو انتبه إن أوهام القوة تدفعك إنك تاخد قرار وتعمل إجراء تقول بعد كده إن أنا يعني ما كنتش دارس كويس، كنت مدفوع بغضبي، مدفوع بحماسة زيادة عن اللزوم. أنا بقول الكلام ده للقوات المسلحة، وبقول الكلام ده لشعبنا المصري. إحنا بنتعامل دايما مع كل الأزمات بعقل وصبر عشان نحقق كل شيء أو ما أمكن، يعني من غير ما يكون في تجاوز في استخدام القوة أو القدرات. يعني كان مهم أوي إن أنا أقول لكم الكلمتين دول في المناسبة ديت، في المناسبة ديت، وبالمناسبة يعني التطورات اللي موجودة في قطاع غزة. اسمحوا لي أقول لكم إن إحنا بنقوم بدور إيجابي جدا جدا في احتواء التصعيد اللي موجود، ومحاولة تهدئة الأمور والوصول إلى إيقاف لهذا الصراع، وأيضا للوقف يعني إطلاق النار بشكل أو بآخر، وإيقاف نزيف الدم اللي بيتم دلوقتي. وفي نفس الوقت بنسعى جاهدين بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء عشان نعمل حاجتين، احتواء التصعيد اللي احنا بنتكلم عليه ده، وايضا مساندة المدنيين في قطاع غزة بالمساعدات التي هم في احوج الحاجة ليها، في ظل احنا من يوم 7 اكتوبر للنهاردة بنتكلم في اكتر من تقريبا يعني 14-15 يوم، وطبعا مفيش مية ومفيش كهرباء ومفيش وقود، وبالتالي حجم وحتى مواد طبية ومواد إغاثية ومواد غذائية. فاحنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما أمكن عن أهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. مهم قوي ان احنا يعني نبذل كل الجهد لتقليل المعاناة، ودايما في كل مناسبة. احنا حصل خلال 20 سنة اللي فاتوا تقريبا 5 جولات صراع بين اسرائيل وبين يعني القطاع او حماس او الجهاد الاسلامي او الجماعات اللي موجودة في القطاع، 5 مرات. وكان دور مصر دايما دور ايجابي في احتواء التصعيد وتهدئته وتخفيف اثار هذا الصراع. وبنقول في كل مرة ان مهم جدا ان حل القضية الفلسطينية هو من خلال الحل الدبلوماسي وحل الدولتين اللي بيعطي الامل للفلسطينيين، وبيبقى بيوجد دولة لهم على اراضي 67 او الاراضي التي احتلت في 67 وعاصمتها القدس، وفي نفس الوقت يراعي الامن لكل من الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي. مرة تانية أنا سعيد بوجودكم، وعايز أقول وباللي أنا شايفه هنا، والحقيقة يعني هذا أمر يعني يدعو للفخر، إحنا بنتكلم على يعني تشكيل من عدة تشكيلات، سواء كان في الجيش التاني أو الثالث أو في
في المناطق الأخرى زي المنطقة المركزية أو الغربية أو الجنوبية أو الشمالية، كل التشكيلات بالمستوى الحمد لله، الحمد لله بالمستوى اللي احنا شايفينه ده في كل التخصصات. وزي ما قلت مهما كانت قوتك هي قوة رشيدة، وده سمة من سمات الجيش في مصر، قوة رشيدة وحكيمة تبني وتصون وتحمي ولا تعتدي. يعني بقول في اليوم ده ان احنا دايما من احتاجين ان احنا نتسلح دايما بالعلم بالمعرفة، حتى نكون قادرين دائما على استيعاب التقدم اللي بيحدث في مجالات، يعني المجالات التفوق والتطور اللي بتشهدها المعدات والأسلحة الحديثة وأيضا النظريات المختلفة. ثم حاجة أخرى مهمة أو إن احنا نتسلح بيها، وهي الإيمان. الإيمان معناه الخلق، معناه النزاهة، معناه الشرف، معناه عدم الخيانة، معناه عدم التآمر. انتبهوا للمحورين دول أو للكلمتين دول، التسلح بالعلم والمعرفة والتسلح بالإيمان، هو ده السبيل الحقيقي لامتلاك قدرة لا تقهر، لأنها هتبقى مدعومة بأسباب الدنيا ومدعومة بأسباب السماء. يبقى معاك دعم ربنا سبحانه وتعالى عندما تكون تتعامل مع الأمور بشرف من غير غدر ولا خيانة ولا خسة. يعني آخر حاجة هقولها لكم، دايما حافظوا على كفائتكم وعلى قدراتكم، دايما تكونوا جاهزين، دايما تكونوا حريصين. ربنا يا رب يحفظكم، ودايما مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وجيشها في أمن وأمان وسلام. بشكركم جميعا وسعيد باللي أنا شفته ده، وإن شاء الله دايما دايما للعلا. شكرا جزيلا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.